مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع أحداث مباراة الهلال ويوهانغ الكوري، مباراة الإياب. المباراة الأولى بالمملكة العربية السعودية أقيمت الأسبوع الماضي، انتهت للفريق السعودي هدف عن طريق النجم الكبير سامي الجابر. هذا هو سامي الجابر، ويبدو أن ركلة البداية ستكون عند الهلال الذي يلعب هذا اليوم بزي الاحتياطي، القميص الأبيض بأكمام زرقاء والسراويل الزرقاء، بينما الفريق الكوري أيضا يرتدي زي مشابه نوعا ما، القمصان الزرقاء السماوية والسراويل البيضاء. وحكم المباراة الذي لم نعرف هويته حتى الآن ولا هوية الفريق الكوري، يمكن أسماء الهلال معروفة بالنسبة لنا، يعطي صافرة البداية أو يطلق صافرة البداية. عموما تشكيلة الهلال نتعرف عليها من خلال سير المباراة، لكن بكل تأكيد شفنا سامي الجابر ويوسف الاثنيان النجمين الكبيرين بدأ المباراة. 1-0 نتيجة مباراة الذهاب للهلال. الهلال يريد أن يكون أول فريق من أكبر القارات يجمع كل البطولات الخاصة بالأندية الآسيوية، بطولة أبطال الدوري، بطولة أبطال الكؤوس، وبطولة كأس السوبر. حصد أول بطولتين، والعام الماضي شفنا الهلال طبعا يتألق ويؤدي أداء رائعا عندما حصد بطولة أبطال الكؤوس الآسيوية بفوزه على فريق ناغويا جرامبوس 8، احد الفرق اليابانيه المحترفه والمميزه بالفرق الدوري الياباني المحترفين، ولكن ايضا الهلال تفوق عليه تفوقا تاما وفاز عليه في المباراه النهائيه 3-1. هذا الليغا ليتانا، اللاعب الزامبي يبدا المباراه، غاب عن مباراه الذهاب طبعا قلب دفاع نادي الهلال، وركنيه الان لفريق يوهانغ، اعتقد هذا اللاعب كيم يونغ، يعني امر صعب حقيقه. يمكن اسماء الهلال واضحه تماما او من المعروفه لنا، بينما اسماء الفريق الكوري يعني بخلاف ان الاسماء متشابهه ايضا الاشكال متشابهه، لكن ما يهمنا حقيقه ان شاء الله ان يحقق الهلال السعودي النتيجه المطلوبه منه ويسعد انصاره. يعني ليس فقط هذه النتيجه تهم أنصار ومشجعي نادي الهلال إطلاقا، هذه تهم مشجعي كل الأندية السعودية وكل الأندية العربية حقيقة، تهم هذه النتيجة أيضا الاتحادي، الأهلاوي، النصراوي، الاتفاقي، كل هؤلاء يقفون خلف فريق الهلال الذي يؤدي مهمة وطنية، وأيضا سواء فرق في الكويت، في قطر، في الإمارات، في الأردن، في سوريا، في مصر، في المغرب، في تونس، كلهم يتمنون فوز فريق الهلال السعودي وتحقيقه لهذا اللقب العزيز. هذه الكرة على اليسار، يسار الفريق الكوري، أمامية ملعوبة يخلصها لتانا، من جديد تصل، وخميس لعويران يبعد الكرة إلى رامي التماس، رامي التماس لفريق يوهانغ، خميس يقطعها، تصل من جديد على اليسار، محاولة اختراق من جهة اليسار، وحكم المباراة يحتسب خطأ على أحمد الدوخي، خطأ على أحمد دوخي، ركلة حرة في مكان خطر لفريق يوهانغ التركي الكوري، تركي فريق بوهانغ الكوري، وكرة عالية بالرأس تخلص داخل منطقة الجزاء، خطيرة وتسديدة ترتد من القائم، فرصة للفريق الكوري، الحمد لله مضت بسلام، فرصة للفريق الكوري، ولكن طبعا كانت هذه عن طريق كابتن الفريق، كابتن الفريق من الأسماء المعروفة أن أكسو. ركنية لفريق بوهانغ، الضاغط بوهانغ، يبدو الفريق اسمه بوهانغ، هي الركنية، عبد الله الدعية ضاغط الفريق الكوري، ولكن أيضا دفاع الهلال يبعد الكرة، تصل إلى يوسف اثنيان، يوسف ينتظر يوسف طبعا دخول زملائه معه وتخلص الكرة منه، لكن أيضا يتابعها، تصل إلى سامي الجابر، خطأ لصالح سامي الجابر، يمكن فريق بوهانغ يدرك خطورة سامي الجابر من خلال الهدف الرائع الذي سجله في مباراة الذهاب. وأيضا سامي الجابر أيضا اسم غني عن التعريف، إنجازاته تتحدث عنه وأهدافه تتحدث عنه، سواء مع الهلال سواء مع المنتخب السعودي. هذه هي الكرة الأرضية بالفعل، كرة مركزة ولحسن الحظ أنها ارتدت من القائم، ملعوبة كانت من أن أكسو، ركلة حرة للهلال، يوسف نلعب في الدقيقة 5 من الشوط الأول، بداية كانت هجومية من الفريق الكوري،
وتسديد عرضية داخل منطقة الجزاء، يشتتها الدفاع، حول على اليمين وكرة طالت إلى رمي التماس. تاريخ البطولة يقول أنها تقام هذا العام للمرة الثالثة، أول مرة كانت قبل عامين عام 95، والفريق الذي فاز بها كان فريق بلمر هيراتسوكا الفريق الياباني، وفي العام الماضي فاز بها فريق إلوا تشونما الكوري الجنوبي. هذا العام إلوا تشونما أو فريق بوهانج آتومز يحاول أن يكون ثاني فريق كوري يفوز بها، ولكن إن شاء الله يفوز بها فريق الهلال السعودي ليكون أول فريق من عرب آسيا وأول فريق من غرب آسيا يفوز بكأس السوبر الآسيوية، التي تعتبر من البطولات التي استحدثت مجددا من بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. رمي التماس عند أحمد دوخي، تعادل بأي نتيجة إن شاء الله في صالح الهلال، ولكن إن شاء الله نشاهد فوز هلالي آخر. وهذه الكرة أمامية مقطوعة بالرأس داخل منتصف الملعب، وكرة تحول على اليسار بعيدة على خالد رشيد. رمي التماس دقيقة، أسماء الفريقين كما قلت لم تظهر ولا أسماء طاقم التحكيم. وهذا خالد رشيد بيلعب رمي التماس أمامية، خالد في الوسط إلى يوسف، جهد كبير ليوسف وخبرة رائعة لهذا النجم الكبير، ويكسب خطأ يوسف اثنين. حقيقة يعني اللاعبين الذين طبعا إذا لم يستطع أن يشكل خطورة من الكرة التي يستحوذ عليها فيكسب خطأ، لذلك هو لاعب منتج دائما. خطأ على فريق بوهانج الكوري على اللاعب رقم 17. طويلة هذه الكرة وتصل الدفاع الكوري، كرة مشتركة كانت طويلة، والحكم يحتسب خطأ على الهلال على اللاعب خميس العويران لاعب الدوري السعودي. خميس العويران شاهدناه في المباراة الماضية يؤدي يلعب مكان ليغا ليتانا اللاعب الزامبي اللي غاب عن مباراة الذهاب، ورغم ذلك كان أداؤه رائع وأثبت أن اللاعب طبعا من اللاعبين الذين يتمناهم كل مدرب لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز. هذه الكرة طالت إلى رمي التماس. كما نشاهد نتيجة بوهانج الكوري لا شيء، الهلال السعودي لا شيء، ونلعب في الدقيقة 8 من الشوط الأول. الهلال بحوزة هدف من مباراة الذهاب. يوسف يلعب الكرة إلى سامي، سامي محاصر بثلاثة مدافعين، سامي ينطلق من اليمين، ماشي سامي، سامي يعود بالكرة وتبقى بحوزته، سامي 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 يخترق من اليمين، سامي يخترق من اليمين يسدد الكرة ولكن تصدم المدافع الكوري وتشتت تشتت. هو سامي الجابر كما قلت، يعني لاحظنا عندما يستلم الكرة معه ثلاث مدافعين. خالد رشيد يشتتها في الأمام سامي، ولكن أيضا معادة من المدافع إلى حارس المرمى الحارس دراغان سوبا الحارس اليوغوسلافي لفريق بوهانج أتومز الكوري. مدرب الفريق الكوري، طبعا الفريق الكوري يضم بين صفوفه خمسة لاعبين أجانب ليسوا كوريين، طبعا كوريا لديها حاليا دوري المحترفين مثل اليابان مثل الصين مثل ماليزيا من دول شرق آسيا التي لديها دوري المحترفين، وكوريا أيضا تريد أن تقوي من فرقها الكروية خاصة طبعا مقبل على تنظيم نهائيات كأس العالم. هذه كرة داخل منطقة الجزاء إلى خارج الملعب، لكن أيضا التقطها عبد الله الدعيع. وهذا الجمهور الكوري في مدينة بوهانج، مدينة متاخمة للعاصمة سول ومقر هذا النادي. طبعا هو فاز في المباراة النهائية لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري
التي جرت نهايتها في وقت مبكر من هذا العام على فريق إلهوا تشونما، الفريق الكوري الجنوبي الآخر الذي ربح البطولة، بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، وربح كأس السوبر أيضا في العام الماضي. كرة مقطوعة تصل من جديد، وصافرة من الحكم، خطأ. خطأ لفريق الهلال. كلما مضى الوقت وفريق بوهانج عاجز عن التسجيل، بكل تأكيد هذا في صالح الفريق الهلالي. هذا سيصيب اللاعبين الكوريين بالإحباط، وسيؤكد قدرة الفريق الهلالي على أن يحافظ على هدفه في مباراة الذهاب. طويلة الكرة ملعوبة من خالد رشيد إلى خارج الملعب. رمي التماس عند كابتن الفريق آن أكسو، يمكن اللاعب الوحيد اللي ظهر اسمه واضح حتى الآن من الفريق الكوري، إضافة إلى حارس المرمى المعروف لدينا وهو دراغان سوربا. هذه كرة على اليسار أمامية، وهذا بالخلف، و رمي التماس. هذا الليتانا يخلص، والخطأ على ليتانا، ينفذ الخطأ بسرعة من الفريق الكوري. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يخلص بالرأس على ما يبدو اللاعب فهد مفرج. قلب الدفاع الصاعد بفريق نادي الهلال، وهذه هجمة هلالية عند سامي. سامي سامي يسدد كرة والحارس متقدم، جميلة. هذا ليس، هذا كلاوديو سوزا، هذا كلاوديو سوزا اللاعب الإكوادوري الذي شاهدناه في مباراة الذهاب، لاعب يحمل جنسية إكوادورية ولكنه من أصل برازيلي، تعاقد معه الهلال حقيقة يعني قبل بداية مباراة الذهاب، وشارك يعني مهارته الفنية جيدة. ويمكن أن يحقق شيئا مع الفريق الهلالي بإذن الله. 13 دقيقة، نلعب في الدقيقة 13، وهذه كرة على اليسار، يحاول أن يخترق لاعب اليسار ويعكس كرة داخل منطقة جزاء خطيرة للفريق الكوري، لا زالت خطيرة ولكن أيضا تغطية دفاعية ممتازة، يتشتت عن طريق اللاعب خميس الأويران، وتسديدا بعيد ترتد من القائم، وكرة في المرمى، هدف للفريق الكوري، هدف للفريق الكوري، هدف بالفعل، كرة ترتد من القائم وتدخل المرمى، هدف للفريق الكوري عن طريق اللاعب، ها هو حتى اسمه حقيقة غير واضح، تسديدة من بعيد مباغتة، مباغتة بالفعل وترتد من القائم، من الكرات الصعبة. لاحظوا عبدالله الدعية حاول، ولكن أيضا الكرة كانت من الصعوبة بحيث أنها ارتدت من القائم وغيرت سير الكرة وتستقر في المرمى، هدف لفريق بوهانج أتومز الكوري، لا شيء للهلال السعودي، ولكن من مجموع المباراتين الآن الفريقان متعادلان 1-1. عذرا أعزائي المشاهدين لانقطاع الصورة من المصدر. إذا بوهانج يتمكن من تسجيل هدف من تسديدة أرضية مباغتة، نتمنى ألا يؤثر ذلك على أداء الهلاليين، بإمكانهم أن يعوضوا، ونتمنى حقيقة يعني ألا يؤثر ذلك ويرفع من معنويات الفريق الكوري ويواصل امتداده. مرة أخرى ليتانا يلعب كرة أمامية تخلص بالعرض،
عرضية هذه الكرة تخلص بالرأس إلى يوسف، يوسف يلعبها إلى سامي، وسامي لاحظوا لا زال مراقبا ومراقب بصرامة حقيقة، رقابة لا ترحم، ولكن هذه كرة تحول على اليمين، مفروض تحريك الأطراف، ولكن أيضا كرة يكسب منها الفريق الهلالي ركنية، ركنية أحمد دوخي بدأ يتحرك، طبعا مطلوب عدم استمرار التراجع، النتيجة الآن أصبحت متعادلة، ميزت فريق الهلال تقدمه بهدف لم تعد موجودة، الفريقان أصبحا متعادلين، وهذه ركنية عند يوسف اثنين. يوسف يعني الكرة قصيرة يشتتها المدافع، تعود إلى دوخي، دوخي إلى يوسف، ويعلي يوسف كرة جميلة بالرأس داخل منطقة الجزاء، يلحق بها ليتانا، الكرة لم تخرج بعد، لم تخرج الكرة بعد، ليتانا يعلي ليتانا، وكرة رأسية جميلة، جميلة بالفعل، ركنية للفريق السعودي، ركنية للهلال، أول محاولة رأسية، ولاحظوا رغم الرقابة الصارمة على سامي الجابر يرتقي لهذه الكرة ويلعبها في مكان صعب، يمكن الحارس وكان بالكرة ركلة مرمى، لكن الحارس لمسها بكل تأكيد، قرأ الحكم ركلة مرمى، ها هي مرة أخرى، ها هي الكرة مرفوعة من ليتانا، يمكن واضح الحارس لمسها لكن ربما الحكم اعتبر أن الكرة خرجت في البداية، وتبقى نتيجة تقدم فريق بوهانغ آتومز بهدف، ولكن النتيجة الكلية للقاء الذهاب والعودة هدف لهدف. أمامية تصل من جديد على اليمين، عرضية تصدم بخالد ورمي تماس لبوهانغ، طويلة رمي التماس مثل ركنية يشتتها الدفاع، تتحول من جديد إلى كلاوديو، كلاوديو إلى حارس مرمى عبد الله الدعية، بقدم عبد الله الدعية إلى خارج الملعب رمي التماس، مطلوب تركيز أكثر، مطلوب تركيز على الأطراف، يعني وجود لاعبين مثل أحمد الدوغي وخالد رشيد يجب استغلالهما تماما، شفنا أحمد الدوغي تحرك قبل قليل و انطلق من اليمين وشكل خطورة، كسب ركنية، الهلال بكل تأكيد ليس من صالحه الآن أن يلعب بأسلوب دفاعي، يلعب بطريقة متوازنة تماما ولا يتراجع خاصة بعد دخول هدف في مرمى، خالد طويلة، خالد رشيد ليست لأحد من زملائه عند الدفاع الكوري، كرة مقطوعة بالرأس تصل في الوسط عند خميس، خميس العويران يمرر، خميس تصطدم باللاعب الكوري، عرضية محاولة تمويه، واللاعب اليوغوسلافي قلب هجوم الفريق اليوغوسلافي الكوري يسقط على الارض ويتظاهر بانه خطا، تعمد لاعب الهلال اسقاطه، والحكم يشير لاستئناف اللعب، وهناك خطا، عالية هذه الكرة بالرأس خطيرة، وفرصة للفريق الكوري ضاعت،
وقعت بالرأس حقيقة الفريق الكوري بالفعل يشكل خطورة. وهذا اللاعب اليوغوسلافي لم يشارك في مباراة الذهاب. اتخذ الكرة وكان بإمكانه حقيقة هاي الكرة. الكرات الخطرة بالفعل. النتيجة 1-1 حتى الآن من مباراتي الذهاب والإياب. في مباراة الإياب 1-0 لبوانغ الكوري. خطا لصالح الفريق الكوري. طويلة الكرة. وركنية لفريق بوهانغ. أطلب هدوء أعصاب أكثر من اللاعب الصاعد فهد المفرج الذي يوما عن يوم يثبت أنه وجه جديد قادم في دفاع الهلال وفي دفاع المنتخب السعودي. ركنية الآن لفريق بوهانغ. تشتت الكرة من فهد تعود من جديد ويحاول أن يضرب بها دفاع الهلال، لكن أيضا صاحي ليتانا ينقذها من جديد. خالد الخالف يتركها إلى منصور لموينة. منصور يلعب كرة طويلة. منصور يشتت الدفاع. جمهور كوري مؤازر فريق بوهانغ اتومز. طبعا جمهور كوريا يتمنى ان تبقى كاس السوبر الاسيويه في كوريا الجنوبيه عاما اخر، بينما حقيقه نحن نتمنى ان شاء الله ان تنتقل الى السعوديه لتحط في بلد عربي وفي النادي العريق الكبير نادي الهلال. رمي التماس عرضيه داخل منطقه الجزاء تشتت. تصل من جديد اللاعب رقم 19 الفريق الكوري. هجمة مرتدة خطيرة وعرضية تمر. ترك أحمد دوخي لرمي التماس. وصلت من جديد الفريق الكوري. أمامية بالكرة ليتانا مع اللاعب الكوري وكرة عرضية تخلص بالرأس. من جديد كلاوديو سوزا. كلاوديو يتابع طريقه. كلاوديو يلعبها على اليسار إلى يوسف. يوسف اثنيان يتقدم. يوسف يلعبها في مكان ممتاز جدا وفرصة الهلال. تغطية من الدفاع الكوري تصدر بالكرة وتتحول إلى رمي التماس. مرة أخرى عرضية من خالد رشيد على ما يبدو داخل منطقة الجزاء. يلحق بها من الجهة اليمنى ولكن سيطر عليه الدفاع الكوري. كرة إلى خارج الملعب ركلة مرمى للفريق الكوري. دراغان سوربا الحارس الذي دخل مرمى هدف جميل جدا حقيقة وحارس طويل القامة. ويبدو بالفعل انه يعني اصبح يخشى فريق الهلال اكثر وبالذات سامي الجابر بعد الهدف الجميل الذي دخل مرمى. امامية الكرة يستلم سامي الجابر طالت منه يشتت الدفاع الكوري. في الخلف ليتانا يغطي
إلى فهد. خميس لعويران. كلاوديو إلى يوسف، يزاحم يوسف في الخلف، يلعبها، تحسن أداء الهلال، أصبح يتقدم نحو مرمى فريق بوهاند، وكرة عرضية خطيرة بالفعل، يخلصها الدفاع، تعود من جديد، هذه كرة عرضية وخرج الحارس، دراجان سوربا حارس مرمى فريق بوهاند، يشتت الكرة، تعود من جديد، تظل الكرة بحوزة الفريق الكوري. وخطأ لاعب نوتاي رقم 13 على الأرض. بوهانج واحد الهلال لا شيء. كرة على اليمين تعالى داخل ملعب فريق الهلال، ولكن ايضا لا يسيطر عليه اللاعب الكوري، تتحول الى رمي التماس. احمد نيان يهيئها، مقطوعه، وفي الخلف معاده الى عبد الله الداعيه. اعتقد هذا المدرب الكوري كان مدرب سابق لمنتخب كوريا الجنوبيه. لكن اعتقد ايضا ان من اسباب زياده قوه انديه كوريا الجنوبيه بعد ما اصبح هناك دوري المحترفين في كوريا الجنوبيه ووجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين. عرضيه بالكره تشتت وطويلة تصل على اليمين، أحمد دوخي يتبادل الكرة، أحمد دوخي مع لاعب كوري أو يحاول أن يمر من لاعب كوري ويكسب خطأ، خطأ للهلال على اللاعب رقم 17 بارك. يمكن اسم بارك، طبعا في أكثر من لاعب باسم بارك بالفريق الكوري على أساس أنه طبعا من أكثر الأسماء شيوعا في كوريا الجنوبية. ركلة حرة للهلال، الهلال حقيقة يمكن القول بعد الدقيقة 15 أصبح هو المستحوذ أكثر على الكرة والمهاجم أكثر، وكرة عرضية من الدوخي ليتانا يتقدم يلعبها بالرأس، خطيرة خطيرة بالفعل أمام المرمى، أمام بوابة المرمى، يتابعها منصور لموينة على ما يبدو، منصور لموينة نعم هذه كراته. فرصة كبيرة للهلال، الهلال أصبح يتقدم نحو المرمى الكوري. طبعا ما لم تعد ميزة هدف التقدم للهلال موجودة بعد هدف الدقيقة 13 في المباراة، تنتهي وقد أخذ أداء الهلال بالتحسن. هذا يوسف ثنيان، يوسف يوسف يلعب كرة أمامية،
كرة بالرأس مقطوعة لصالح الهلال، حكم يبدو انه يشجع مواصلة اللعب وهذا شيء جيد، يعني شفناه يتغاضى عن مجموعة من الكرات اللي فيها شيء من المشاركة العنيفة نوعا ما، وهذا طبعا يساعد على استمرار اللعب، ولكن ليس العنيفة الخشنة والاحتكاك الجسدي بين اللاعبين او ما يسمى المكاتفة. كرة لي حلوة من لاعب الفريق الكوري جانغ يون هون، وانا شايف الحقيقة هجمة الان كورية ملعوبة جهة اليمين وتغطية سريعة حلوة يا خالد رشيد الى خارج الملعب. شايف اللاعبين اللي كانوا احتياطيين في مباراة الفريق الكوري الماضية اللي هم 15 جانغ يون هون و 14 كيم دونغ كي، ورا داميلو ايضا رقم 9 يبذل مجهود كبير في الفريق الكوري. خلص يا سوزا الى خميس العويران، لعبها لسوزا، كرة هلالية على اليمين الى يوسف، لعبها لاحمد الدوخي. والله الهلال يلعب حلو، والله الهلال يلعب حلو، بس اللعب الحلو ما يوكل عيش، الاهداف فقط هي فلسفة كرة القدم. كرة لخميس على اليسار الى خميس، سوزا ليتانا ولا المفرج ليتانا. شوف الفريق الكوري كله في ملعبه عدا راداميلو، وما احد طبعا يكون في ملعبه، يلعب امام فريق قوي وخطر. وكره الى حسين المسعري، على اليمين حسين للدوخي او سوزا للدوخي، انتبه يا سوزا انقطعها ترى في شقه، يعني ما راح تلعبها، شد كرت اصفر. وطبعا كيم دونغ كي، الصورة يا مخرج، الصورة الملعب يا مخرج، عرضية امام المرمى مقطوعة، سوزا يحاول يحصلها، حلوة يا سوزا، حلوة يا سوزا، يهيئها لمين؟ فرصة للهلال، عرضية ملعوبة مقطوعة لصالح الفريق الكوري، تلعب على اليسار أيضا إلى كيم، وبينية كورية، خلاص شوف انتشر الفريق الكوري، عاد الاندفاع للأمام، على طول كل واحد قد محله وتقدم للأمام. والدقيقة تقريبا 35 من شوط المباراة الأول، والفريق الكوري بوهانغ سترارد متقدم بهدف للا شيء، أي أنه متعادل حتى الآن مع الهلال بالنسبة للأهداف. والكرة عرضية أمام المرمى إلى راداميلو، وبالرأس لا نعطي فرصة، لا نعطي فرصة، حتى الآن شفنا له كم كرة رأسية، يعني أرجو ألا نتيح الفرصة لراداميلو. ناصر أبو عواض وناصر الأحمد والمرافقين للفريق الهلالي، وال طبعا ناصر احمد ليس المعلق، مرافق الفريق، وال الضغط ما تحتاج لتعليق عليهم، او انعكاس دقائق المباراه ما يحتاج لتعليق عليهم. عبد الله الدعيع، كره مقطوعه، هجمه هلاليه الى المسعري، الى سوزا، الى خالد رشيد، الى خالد مرة اخرى، عرضية، عرضية مقطوعة لصالح الفريق الكوري، تلعب لوين؟ الى راداميلو ايضا، ليتانا والدوخي، حلو يا احمد، ولكن نلعب على المضمون، الى المفرج، خميس كرة لمنصور إلى المسعري، على اليمين لاعبها إلى أحمد الدوخي، يلا يا أحمد، يلا يا أحمد، لعبها اليمين لحسين، يحاول أيضا هو الآخر يعدي، لعبها باتجاه سامي وباتجاه أيضا خميس، مقطوعة لصالح الفريق الكوري، ملعوبة خلفية إلى تو كاي كونغ، إلى مين الآن؟ إلى منصور، خميس، يوسف، يوسف الثنيان، حاول يعدي يوسف، يا سلام عليك ابو يعقوب، لعبه جهه اليسار، شوت يا منصور، حلوه يا ولد، حلوه، اللي ما تجي تروعه على الاقل، حلوه، وقلت لكم لا تلومونا لو غلطنا في اللاعبين، والله الصوره مي واضحه، طبعا مو ذنب الزملاء، الصوره مي واضحه. شوف يعادلها بالبطيء،
كرة لي فهد المفرج خلص كرة الآن لصالح رادا ميلو تغطية سريعة من ليتانا حلوة ليتانا أو الدوخي لا ليتانا كرة للمنتصف هجمة الآن لصالح الفريق الكوري اللاعب رادا ميلو اليوغوسلافي خطة لصالح الفريق الكوري وفي خطأ لصالح الهلال أستاذ المشاهدين دقائق شوية ننسق مع الزملاء هنا في موضوع الصورة رمية جانبية للفريق الهلالي كرة لصالح يوسف ثنيان حاول يعد يوسف حكم يقول ما فيها شيء يمشي اللعب مقطوعة لصالح الهلال على اليسار لخالد رشيد في المنتصف يوسف حاول يحصلها ولا يوسف اثنين يعدي يقوم بهجمه هلاليه لعبه جميله يلا يا سوزا هجمه هلاليه مقطوعه من يوسف اثنين يسدد ارضيه تصدم بالمدافع الكوري تعود لصالح الفريق بوهانج وخطا لصالح بوهانج الكوري كرة لمدافع الفريق الكوري جان يون هون طويلة ملعوبة الدقيقة الأربعين تقريبا من شوط المباراة الأول والفريق الكوري بوهانج ستيلرز متقدم بهدف للا شيء بقية لاعبي الهلال وأشاهد على ما يبدو إنما كن يعني واضحا صلاح بصير المحترف المغربي في صفوف الهلال وحصل خلاف بين الهلال والاتحاد المغاربي لكرة القدم حول مشاركته في لقاء اليوم كرة ليتانا رغم أن الصحافة الرياضية نشرت موافقة هنري ميشيل مدرب الفريق المغربي الفرنسي على مشاركة بصير كرة سريعة اليمين لعبد الله الدعية عبد الله خالد رشيد إلى منصور ملعوبة لسوزا ليتانا طويلة من ليتانا إلى خارج الملعب ضربة زاوية لصالح الفريق الكوري في نفس الوقت اللي تقام فيها المباراة يلعب المنتخب الكوري للشباب في كأس العالم هناك في ماليزيا لقاء آخر وأعتقد أنه كان له دور كبير في غياب نسبة كبيرة من الجماهير الرياضية عن لقاء بوهانج ستيلرز والهلال السعودي كرة عرضية على اليسار ملعوبة الدوخي خلصها سوزا لعبها جميلة سوزا منتصف الملعب إلى منصور الموينع سيطر عليها منصور ولا لا تروح لصالح الفريق الكوري إلى 14 كيم دونكي مقطوعة لصالح الهلال تلعب في المنتصف سيطر عليها خميس لعبها جهة اليسار أيضا إلى يوسف ثنيان يوسف لخالد رشيد خالد إلى يوسف يوسف ثنيان حاول يعدي يلعبها بينية جميلة يوسف مع سامي سيطر عليه يلعبها إلى يوسف ثنيان بينية جميلة إلى سوزا يحاول يسدد سوزا يلعبها ما في حظ في هالكرة أبدا راح الحارس جهة اليمين جت شمال لكن ما جت جول والله أنها جنب القائم لكن معليش خيرها بغيرها إن شاء الله والقادم أحلى ودائما وأبدا نتفائل وضربة زاوية هلالية أحمد الدوخي
عرضية أمام المرمى مقطوعة من دفاع الفريق الكوري، ترجع إلى ردى ميلو المتراجع للخلف، أحمد الدوخي حصلها يحاول يعدي منه، رمية جانبية لميل الفريق الكوري. آخر ثلاث دقائق تقريبا على نهاية الشوط الأول من المباراة، وبوهانغ متقدم بهدف للاشيء ومتعادل مع الهلال في إطار مباراة الذهاب والتي سجل فيها الهلال هدفا من سامي الجابر. سيطر على الكرة يا خميس ويا خالد رشيد اللي مغطي غلطة خميس ولاعبها طويلة إلى وين؟ إلى مدافع الفريق الكوري مع يوسف ميان، حاول يحصل كرة في يوسف وتنبيرة ملعوبة للمنتصف ملعب الفريق الكوري ملعب بوهانغ. السيلرز كرة بينية لا تزال دربك أمام بين حسين المسعري ولاعب الفريق الكوري، ملعوبة إلى سوزا، سوزا خلص على يمينك، على يمينك تنقطع. ما يصير تعدي من مجموعة كبيرة زي هذه، صعب. فريق حريص على الدفاع ومتكتل أيضا أمام مرمى، صعب تعدي من مجموعة كبيرة. أن إكسو لاعب نادي إيلو تشونوما الكوري سابقا ولاعب بوهانغ السيلرز الآن وقائد الفريق تشونوما وقائد الفريق اليوم أيضا، ولا طبعا لا يعني حصوله على قيادة الفريقين يعني أنه لاعب متميز، وهو لاعب أيضا في المنتخب الكوري الجنوبي. ومعلومات نشرت بشكل كبير من الاتحاد الآسيوي للعبة عن المباراة وعن إمكانيات الفريقين. خميس إلى خالد رشيد، خالد يقود هجمة هلالية على يسار لاعبها إلى سوزا، سوزا بذل جهد كبير في وسط الهلال، على اليمين إلى أحمد الدوخي اللي يقف معلش درجان خطأ في تنفيذ رمية جانبية، ما راح شيء إن شاء الله، هذه عودة لأحمد الدوخي. أحمد ينفذ رمية جانبية إلى منصور لأحمد الدوخي، أحمد لعبها إلى منصور الموينة، منصور يعدي وخطأ لصالح الهلال، وضرب أيضا من لاعب عالية قوية لكنها عالية إلى خارج الملعب من الدوخي. أيضا الشوط الثاني الفريق الكوري سيهاجم لأنه يعرف نتيجة 2-1 تعني فوز الهلال، 1-0 تعني وقت إضافي، 1-1 البطولة هلالية. ضربة مرمى كورية بالرأس ملعوبة إلى خالد رشيد، حلوة يا خالد خلصها عالية، رمية جانبية للفريق الكوري، تلعب مقطوعة اليمين لا تزال كرة لصالح الفريق الكوري للهلال. خالد رشيد، منصور الموينع خاطئة حصلها لاعب الهلال، تروح لليتانا، ليتانا بالراس لأحمد الدوخي، الدوخي لعبها لليمين باتجاه سامي الجابر، يحاول يعدي سامي، تغطية من مدافع الفريق الكوري والحكم يحتسب خطأ على سامي الجابر. بانتظار صابرة الحكم لي جون من الصين الشعبية وطاقم التحكيم صيني اليوم، وهذا هو مدرب الفريق الكوري بارك سونغ وا. أن إكسو ينفذ الخطأ، لعب كرة طويلة وأطلق مشاهدينا الكرام على ما يبدو حكم المباراة صافرته معلية عن نهاية الشوط الأول بتقدم بوهانغ السيلرز بهدف للا شيء، ومعنى هذا أن الفريقان حتى الآن متعادلين ذهابا وإيابا.